صباح الخير يا استاذ عمرو. صباح النور. سلام عليكم. ولا ما قلتلكش شيء؟ لا ما قلتليش. مش انا طلبت من رئيس اتحاد الملاك بتاع العمار انه يزود لي مرتبي عشان خاطر الفراخ غليت تاني، وانا ما دقتش الزفر بقالي شهرين. وانت مش عارفك ان الفراخ غليت تاني؟ قريتها على تويتر. تويتر؟ هو انت عندك تويتر؟ ايوه، مصر قبل 25 غير مصر بعد 25، وكمان بقى عندي فيسبوك. تحب اعمل لك اد؟ اد اللي كان ناقص. عامه لو اشتقت للفراخ تاني بروح ميدان التحرير بيوزعوا كنتاكي ببلاش. سلام عليكم. وانا ما قلتلكش شيء. لا ما قلتليش. مش محصل فواتير الانترنت، جاب لحضرتك الفاتوره وقال لك لو ما دفعتش هيقطع عنك النت. تروح له النهارده وقول له اهمد شويه، ادي شاف بنفسه اخر واحد قطع علينا النت عملنا فيه ايه. ها فاكر؟ سلام عليكم. وانا ما قلتلكش شيء. لا ما قلتليش. مش انا جبت لحضرتك جورنال النهارده وعايز حساب الجرايد اللي متاخر من اول الشهر. لا انا ما قلتلكش. لا ما قلتليش. مش انا سبت شغلي القديم ولسه ماسك شغل جديد وما قبضتش ولا مليم. سلام عليكم. التلات 13 3 ثالث يوم في شغل جديد. برج الجدي بقى، برج الجدي. برج الجدي، لا تدع الفرصة الذهبية تفوتك اليوم. هي تيجي بس الفرصة الذهبية دي وانا مش هعتق امها. عايز بس اعرف شارع علي صبري اروح ازاي. شارع علي صبري انت تمشي على طول كده، هتسيب اول دبابه وثاني دبابه، عند ثالث دبابه خش يمين وشمال، هتلاقي علي على يمينك صبري على شمالك، الشارع كويس. شكرا. اسف جدا. واعمل اللي باسفك ده، ادي بوظتي اللوحه بتاعتي. شايف اللوحه اللي قعدت ارسم فيها يومين بحلو وباظت ازاي؟ انت بعملتك دي يا استاذ ضيعت لي مستقبلي الفني. اللوحه دي كنت هوديها لصاحب معرض يعرضها في معرضه في باريس جنب لوحات فان جوخ ودافينشي. دول اصحاب معارض برضو؟ اصحاب معارض ايه؟ دول اشهر رسامين في العالم. وانت بوظت لي امل كنت عايش عشانه لما بوظت لي اللوحه بتاعتي. طب هدي نفسك بس، هدي نفسك. هو انت كنت رسمه فيها ايه اللوحه دي؟ الفزع الانساني. مين يا اختي؟ الفزع الانساني. اجرت واحد ما بيعرفش يعوم ودفعت له 100 جنيه عشان يرمي نفسه في النيل. يا نهار اسود، ده يبقى اكيد غرق. ما هي دي لحظه الفزع اللي كنت عايز ارسمها. فضل يعوم ويصارع الموت وعينيه كلها فزع، فعلى طول مسكت فرشتي ورسمت الفزع اللي طالع من عينيه. ده انت طلعتي عينيه وعين اللي جابوه كمان، ومع ذلك مش مشكله، ارسمي لوحه غيرها. واجيب منين واحد تاني عشان ارسم الفزع اللي طالع من عينيه؟ دوري يا اختي، دوري واللي يدور يلاقي. ادور ليه؟ انت؟ انا مين؟ انت اللي بوظت لي اللوحه الاولى وانت اللي هترسم في اللوحه الثانيه. انا مين يا ست انت؟ انا عينيا بايظه ومش هتنفعك. لا هتنفع، ما هي الطواني يا سلاخول يا لهوي. بس خلاص، ايه الفضايح دي؟ وانا هسهلها عليك خالص من غير ما ترمي نفسك في النيل ولا حاجه. شايف الفيلا اللي هناك دي؟ ايوه شايف. كل اللي عليك تنط من على سور الفيلا كانك حرامي وحاول تهرب بسرعه. وبعدين لحظه هروبك هيجيب هتكون كلها فزع انساني، فعلى طول امسك وشك وارسمها. افرضي بقى حد في الفيلا يعني شافني وقفشني. محدش هيلحق يشوفك، هما 3 دقايق اكون رسمت الفزع اللي طالع من عينيك. لا ما هي الثواني يا صرخ ويا لهوي. بس خلاص انت ما بتصدقي يا لهوي. امري لله، اتفضلي.
كده خلصت، احنا كده مش هنخلص في يومنا ده. طيب طيب امري لله، هو النهار باين من اوله. يلا بقى ارسمي الفزع الانساني بسرعه وخلصينا اهو. ايوه اسمك كده. اقف عندك يا حرام. لا حرامي مين، انا فاهمك كده، احنا بنرسم الفزع الانساني. الفزع الانساني ده انا اللي هقول لك الفزع الانساني. تشجع يا استاذ تشجع، خلاص بحط اكل مفيش تشجع. دي مجنونه، دي مش طبيعيه، دي في اسبوعها جابت لي في نافوخي. اهدى بس يا سام. اهدى ليه؟ هي عشان اخت المدير المفروض ان استحمل. انا رميته قدامنا في وشه. سلام. يا عم انا ناقص ده، انا مكسر خلقه. ايه لاخرك يا عم؟ ما رجعتش ملف الطلبات امبارح ليه؟ زي ما قالك الاستاذ ياقوت. ايه اللي كسرك كده؟ يا ابني ما تفكرنيش بالحوار ده، عشان كل ما بفتكره بيجي لي ضغط عالي واطي مع بعض. المهم انت قول لي مين الاخ اللي خارج يزعق ده؟ ده سامح زميلنا اللي كان شغال معانا هنا، بس اترقى بعد ما خطب زمرد اخته الاستاذ ياقوت. وماله كان بيزعق ليه؟ سكن عند الاستاذ ياقوت جوه ورماله الدبله في وشه وقال له انه مش عايز يتجوز اخته. يا نهار، وليه عمل كده؟ بيقول ان هي مجنونه مش طبيعيه. حلو، تبقى هي دي الفرصه الذهبيه اللي انا قريتها النهارده عنها في الجورنال. عن اذنك. راح فين؟ داخل الاستاذ ياقوت حيث فرصتي الذهبيه تناديني. ملف الطلبات بتاع امبارح. انت فاكر يعني نفر كل حاجه في البلد يعني؟ يا راجل كبر مخك. انا ياقوت بيه اللي لحم كتافه من خيري يجي يرميلي الدبله الخطوبه في وشي ويقع على اختي، دي مجنونه وبنت مجانين؟ يا فندم هدي اعصابك بس، ده هو اللي خسران. هو كان يطول يخطب اخت جنابك ربه الصون والعفاف. السافل ده هيتسبب لي في فضيحه كبيره بعد ما كل الناس عرفت ان اختي اتخطبت الاسبوع اللي فات، والفرح اخر الشهر ده. اقول لهم ايه انا دلوقتي؟ هي فعلا مش لطيفه، كل واحد بقى يلسهم بكلمتين، واللي يقول لك طلعت خاينه، واللي يقول لك طلعت عميله وبتاعت اجندات، مش هنخلص. والعمل يا عمرو؟ والله يا فندم انا ما اعرفش، بس انا لو كنت مكانه كنت بوست ايدي وش وظهر اني هناسب عيله عريقه زي عيله حضرتك. يعني انت موافق انك تتربط باختي؟ يا سلام يا فندم، يا سلام، ده حلمي من زمان. لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. خلاص وأنا موافق كده، يبقى خلصت من الفضايح وكلام الناس، وكمان حمسكت المنصب الكبير اللي كان ماسكه سامح لما كان خاطب أختي. هستناك الليلة عشان تشرفني وتقابل العروسة. ويا ترى حضرتك فتحتها في الموضوع يا ياقوت بيه؟ طبعا، ورحبت جدا بعد ما شكرت لها فيك، قلت لها انك راجل متفتح وهتحترم موهبه الفنيه. الله، هي ليها مواهب فنيه كمان. زمرده اختي فنانه كبيره وليها مستقبل. زمرده انسانه رومانسيه وعاطفيه، بتؤمن بالحب من اول نظره، على طول بتقول ان الحب شعور سامي. افلاطون قال الحب اعمى، شكسبير قال الحب جنون، كريشنامورتي قال صحيح هي اتاخرت ليه؟ هي فين مدموزيل زمرودة اصلا؟ المفروض بتلبس وزمانها خارجه دلوقتي. هلو ورحمه الله وبركاته. انت تتعرفوا بعض ولا ايه؟ اسكت انت. ميرسي يا عموري على الدبله الجميله دي، بس اشمعنى الماس؟ يا سلام، يعني انت زمرودة واخوك ياقوت هجيب لك ايه يعني؟ اكيد الماس. انت معقولة لحقت تحبني يا عمرو؟ طبعا، اصل انا مؤمن بالحب من اول نظرة، الحب شعور سامي. غريبة. هو ايه ده اللي غريب؟ اصل انا دايما بقول كده، الحب شعور سامي. افلاطون قال الحب اعمى، وشكسبير قال الحب جنون، وكريشنامورتي قال انا شبعت قوي. وانا كمان، ده انا بطني اتملت على الاخر، حاسس كده اني مش هاكل لحد يوم الفرح. فرح ايه؟ فرحنا انا وانت اللي في اخر الشهر زي استاذ ياقوت ما قال. لا ده مش هيحصل الا لما اثبت موهبتي واكد نفسي الاول. ترجعتي تاني لحكايه الرسم دي؟ لا انا صرفت نظر لحكايه الرسم دي، خصوصا بعد اللوحه الاخيره ما خدها راجل صاحب المعرض وقال دي شخبطه عيال ورماها في الزباله. يسلم فمه. بتقول ايه؟ هشتكي لامي بس لما اشوفها.
خلاص يا عمرو خلاص، انا لقيتها، لقيت موهبتي الحقيقيه. موهبه ايه بقى؟ الغنى. امبارح وانا بستحمى كنت بدندن لتامر حسني ولقيت صوتي جميل قوي، انا مش عارفه ازاي ما خدتش بالي من الموضوع ده قبل كده. وتغني فين بقى ان شاء الله؟ ما انا رحت النهارده شركه انتاج موسيقي وسمعتهم صوتي، بس طلعوا اغبياء قالوا لي صوتك وحش، بس انا مش هيأس وهفضل اكافح لحد ما اثبت موهبتي الجنائيه. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي، يلا بينا نقوم. بص يا عمرو. ابص على ايه؟ حسني. يا اعوذ بالله يا ستي، ما تفتكري لنا حاجه عدله. بص على الترابيزه اللي وراك. دي مكتوب عليها محجوز للفنان تامر حسني. شوف القدر، فرصتي جت لي لحد عندي. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني لازم نفضل قاعدين لحد تامر حسني ما يجي عشان يسمعني ويكتشفني. بقول لك ايه، بلا تامر حسني بلا سعاد حسني، انا عندي مواعيد شغل لازم نقوم دلوقتي. لا هستناه، يعني هستناه. بون ابيتي يا فندم. قولي لي لو سمحتي، هو المكتوب ورا ده صحيح؟ قصدي حضرتك على الفنان تامر حسني؟ متعود بيجي عندنا كل فتره مع اصحابه. بيتغدى زرار على وصول. تحبوا اجيب لكم الشيك بقى؟ لا احنا لسه قاعدين شويه. طب هتطلبوا حاجه تاني؟ لا لا برضه يا مدموزيل، نظام الريستوران عندنا اذا حضرتك خلاص يبقى لازم تقومي عشان الزباين يجوا مكان حضرتك، عشان الويتنج ليست عندنا مليان. الست كبستنا، يلا بينا نقوم. لا هنفضل قاعدين لحد تامر حسني ما يجي. لو سمحت احنا نطلب حاجات تانية. تحت امرك يا فندم. عايزه واحده فته بلحمه الضاني وبطاطس بافريت. تحت امرك يا فندم. الاكل ده عشانك؟ لا ده عشانك انت. عشان ايه؟ انا خلاص، انا بطني بقت على اخرها ومش واكل حاجه تانية. لا هتاكله، يعني هتاكله يا عم، ما هو كده يا اما هنقوم مش هنشوف تامر حسني. مع اننا ما شفناه. لا انا كده هزعل منك، وبلاش منها خطوبه ولا جواز بقى. خلاص خلاص، هدي نفسك، اكله وامري لله. وصدقني تامر حسني لما يكتشفني هنجح نجاح رهيب، وصوتي هيكسر الدنيا. ما انا واثق انه هيكسر الدنيا، بس على دماغنا. يا بطني. يا انا مالك يا عمرو؟ في ايه؟ بطني بتوجعني من كتر الاكل اللي اكلته. معلش يا عمرو، كله هنا عشان خاطر تامر حسني. يا رب يكون الاكل عجب حضراتكم يا فندم. ابعدي عني يا وليا انت، عشان كل ما بشوف صحنه اهلك الذكر بفتكر الاكل اللي اكلته وبيجي لي تلبك معوي. مين الاستاذ ده؟ معلش اصل تعبان شويه. طب تحبوا تطلبوا حاجه تانية ولا اجيب الشيك بقى؟ لو دفعنا هنمشي؟ ايوه طبعا. لا احنا لسه قاعدين شويه. هات الاستاذ بيكاتا بالشامبينيون وفراخ روستو وكفته دوبش. تحت امرك يا فندم. بشاميل ده انا لو جالي الخديوي داود بذات نفسه مش واكل حاجه تانية. اقصى عليك يا عمرو، انا كل همي ما يمناش من هنا لحد تامر ما يجي ويكتشفني. ما انت كمان بلاش افترى بقى، ده انا اكلت الفته والموزه الضاني والبطاطس بالعافيه، كمان عايزه تاكليني شارع شامبليون وفراخ زكي رستم وكفته يوسف داود. من فضلك يا عمرو توطي صوتك شويه. ويعني لو ما وطيتش صوتي انا هيحصل ايه؟ هقوم من هنا مش هتشوف وشي تاني، وبلا هخطبه ولا جايز. طب خلاص خلاص، ادي نفسك. وهتاكل اكل اللي طلبته؟ هاكله وامري لله. ميرسي يا عمري يا حبيبي، كده يبقى في امل اشوف تامر حسني. بالهنا والشفا يا عموري. بون ابيتي يا فندم، تحب اجيب الشيك بقى؟ لا احنا لسه قاعدين، هدي بطه محمره وحمام محشي للاستاذ. عمرو مالك يا عمرو؟ في ايه؟ هاروكي شايفينه ماله؟ بصيت يا فندم، استاذ مات. وانا ذنبي ايه ان تامر حسني راجل حجز وما جاش؟ وانا ذنبي ايه بقى ان اروح المستشفى واقعد 3 ايام ويتعمل لي غسيل معوي؟ خلاص بقى يا عمرو ما تعملهاش حكايه، وبعدين انت لازم تستحمل لو انت فعلا بتحبني، عشان الحب شعور سامي. افلاطون قال الحب اعمى، وشكسبير قال الحب جنون، وكريشناموتي قال اطلب امنيه. معيش رقمها. قصدي اتمنى امنيه واشوف الرمش على انهي عين. صح، اتمنيت ايه؟ ان ربنا يريحني منك ومن جنانك. اقصى عليك يا عم، ده انا حتى صرفت النظر عن موهبتي الغنى دي خالص، انا اصلا ما كنتش حساها. الله يعمر بيت اهلك. انا بقى اكتشفت ان موهبتي الحقيقيه التمثيل. الله يخرب بيت اهلك، التمثيل اللي انت جاي تقولي عليه؟ صدقني يا عمرو المره دي انا حتى رحت شركه انتاج سينمائي وعجبتهم قوي، وادوني السكريبت دوت وقالوا لي اجي اعمل تيست بكره، ولو عجبتهم هيمدوا معايا العقد على طول.
وانت بقى حفظتي الدور؟ طبعا حفظته. مفروض ان انا همثل دور بنت. يعني هتمثلي دور برد؟ يا ابني سيبني اكمل لك. انا همثل دور بنت غنيه، وانا ماشيه في القصر بتاعي بيطلع عليا حرامي معاه مسدس وبيقول لي اديني الذهب اللي معاكي كله لحسن اموتك. وبيموتك؟ لا يا خساره. ما انا بصرخ بقى وصوتي، وبيجي الخدم اللي في القصر كله وبيمسكوه. وماله؟ طب كويس، يلا بقى نعمل بروفة. بروفة ايه؟ انا مالي؟ وانت مالك ازاي يا عمرو؟ انت مش خطير المفروض تساعدني؟ ايوه المفروض اساعدك، بس يعني مفيش مسدس، فركش. لا مش فركش، ادي مسدس اهو. ايه ده؟ انت جبتيه منين المسدس ده؟ ده مسدس لعبه جبته المكتبه وانا جاي، عملت حساب. يلا بقى، شايف الشجره اللي هناك دي؟ شايف. عايزك تروح عندها وتستخبى وراها، واول ما شغلك تيجي تعمل دور الحرامي اللي قلت لك عليه. يعني لازم؟ ايوه لازم، هي كده يبقى مالها جوازه بقى. خلاص خلاص، هدي نفسك، امري لله. اتفضل. يا رب يا رب الحظ. يا رب. رجعت الدور انا بقى. اقف عندك. طلعي كل الصيغه اللي معاكي اللي موتك. وليش الحقوني؟ حرامي الحقوني حرامي الحقوني الحقوني. يا جماعه سيبوني، يا جماعه سيبوني، يعني مش سيبوني. يا انا يما. سلامتك عبد. يا غبي يا غبي، ولاد الذين كسروني، ما خلوش فيا حته سليمه، حتى القفص كسروه. انهي قفص؟ يا انا هيكون قفص النسانيس انت كمان، القفص الصدري اللي ما حلتيش غيره. ما انت اللي غلطان يا عمرو، ما انا حذرتك من زمردة اخت الاستاذ يهودي، وقلت لك ان هي مجنونه، وصالح زميلنا نفت بعمره من جنانها. وبعدين يا ابني دي مصر اتغيرت، وثوره 25 يناير طهرت البلد من الفساد ونضفت عقول الناس، وانت برضو شفتها فرصة انك تحب اخت المدير عشان توصل لمنصب وصله سامح بالكوسة. ودي وقعت وقع سودة نتيجة الحب. لا يا علاء، انا اللي غلطان من الاول، ما تظلمش الحب. الحب شعور سامي، افلاطون قال الحب اعمى، شكسبير قال الحب جنون، كريشنامورتي قال حد فيكم يعرف كريشنامورتي قال ايه؟ صح. مليون مليون. خلاص التطوير يا طيب. طيب احنا هنا بنصور فيلم عمرو واقع، طلع علينا كلنا واقعين من التعب، عشان مستنيين الفيديوهات بتاعتنا على ما تيجي علشان نعمل اللقطه اللي هتهز بيها عرش السينما المصريه. يا رب يكون الاكل عجب حضراتكم يا فندم. ابعدي عني يا ولاد، عشان كل ما بشوف سحنه اهلي كده. ديك وناك. بالك يا عمرو، شوفي مين. يا رب ما تكلميش وانا بتسال اشتغل لما اعرف. صوتك هيطلع معايا وانا ببنتك. ليه يا واحد يدرك بليه ده؟ زمرد اختي دي. لا بس حلوه الدخله دي. انا يا ود بيه اللي لحم كتفه من خير. انا الليله عشان تشرفني وتقابل عروسه. مرحبا حضر عمر. زي ما احنا دايرين اطلع قدام سنه. اكشن.